معركة الإرادة لا تزال مستمرة هنا في محافظة البيضاء، حيث تستعين المقاومة بالله وبشجاعة أبطالها وبما تيسر من السلاح في مواجهة ميليشيا استخدمت كل ما لديها من أسلحة الدولة، لكنها كل يوم تفقد فرصة البقاء في أرض تقاوم بلا هوادة. خلال الساعة الماضية شهدت محافظة البيضاء أعنف المعارك في مديريتي الزاهر إلى الجنوب الغربي من المحافظة والقريشية إلى الشمال الغربي منها. ففي مديرية الزاهر لقي عدد من عناصر ميليشيا المخلوع صالح والحوثي مصرعهم في مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية اندلعت في مناطق الأجردي والطماحية والحبش إثر محاولة الميليشيا التقدم باتجاه مواقع القوعة والأجردي قبل أن يجبرها رجال المقاومة على التراجع. وإثر انكسارها في هذا الهجوم قصفت الميليشيا بالأسلحة الثقيلة منازل وممتلكات المواطنين في الأجردي والغول والقوعة. وفي القريشية اندلعت أعنف المواجهات بين المقاومة وميليشيا المخلوع صالح والحوثي إثر هجوم للميليشيا الإنقلابية نفذته تحت غطاء صاروخي كثيف على مواقع المقاومة في مناطق نوفان وبلاد الجوف وقرية ذي كالب بقيفة، وتمكنت خلالها المقاومة من دحر الهجوم وإيقاع العشرات في صفوف الميليشيا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى خسائر فادحة في العتاد واغتنام أسلحة وذخائر، فيما ارتقى اثنان من رجال المقاومة. على هذه الأرض تسيل دماء غزيرة من أجل الحرية، على أمل أن تزرع الحياة في مستقبل يغيب فيه الظل القاتم للميليشيات والديكتاتوريات.